القطر ده دخل في سكة فرعية، ونتيجة طبعا السرعة هو خبط في السدادات اللي موجودة في نهاية السكة الفرعية، وده اللي احنا شايفينه قدامنا في الموقع دلوقتي. الخط ده متحكم فيه إلكترونيا، وبالتالي طبعا في لجنة تحقيق من قبل هيئة سكة الحديد بتدرس ماذا تم بالضبط، لكن إذا كان هناك خطأ فالمخطئ لابد أن يحاسب، ويحاسب حساب عسير بالقانون، لأن احنا بنتكلم على حياة يعني مواطنين أبرياء ليش لهم ذنب في هذا الموضوع. طبعا الحادث مؤسف، في 5 وفيات وفي حوالي 25 مصاب، وإن شاء الله احنا يعني في تطالب بيني وبين وزيرة التضامن الاجتماعي عشان أي تعويضات وأي مساعدات مطلوبة. المصابين اتنقلوا كلهم لمستشفيات العياط والحواملية. أنا شفت القطر حاليا هو بيتقلب، فطبعا احنا بنشيل الجثث 4 عساكر، فميتين بصراحة يعني لا يجوز عليك ولا على أي مخلوق خلقه ربنا المنظر ده. يعني حصلت كذا مرة، مش أول مرة، يعني حصلت مرة واثنين وعشرة. يعني العساكر اللي كانت مروحة دي ايه ذنبها؟ ايه الراجل اللي مروح من شغله ده ايه ذنبه؟ فين المسؤول ان هو يحكم على هذا؟ احنا راكبين في القطر حلويين، بس خرج من المسار بتاعه وراح اتقلب اول الجرار والسبنسة اللي وراه والعربية اللي قبل السبنسة على طول، هما اللي اتقلبوا، هما الثلاثة دي. يعني منظر مرضيش حد، منظر صحيح مرضيش حد، حرام. ومش أول حادثة، يعني من الجيزة لحد آخر محطة في القطر، مع هنا السكة الحديد ميتة ما لهاش مراقبة نهائي، والبلدة ميت فيها 8، وجيت شهادة المحافظ قبل كده قال هتعمل المسلقان وهتعمل المسلقان بتاع منشية فاضل، ما حدش سأل فيه. طب ليه؟ كنا جوه القطر، احنا حراسة القطر، ماشي، اتفاجئنا هيتحول، بقول لزميلي القطر اتحول، في ايه اللي حصل؟ قال لي دي تحويلة غلط قطر. الدنيا كلها قامت وبتاع، قلت له اهدوا يا جدعان. دخلت على السواق وهو السواق بيجري، هو المساعد بتاع العطاشجي، في ايه؟ قال لي كان في 3 افراد على الطريق. شافوا القطر جايين، دي تحويل ايه؟ يدوي، عامل ارهابي. لا مش خطك سايد، هي التحويله مفتوحه بفعل فاعل، لان البرج لما بيفتح له بيديله انذار. انما السكه جايده سريعه، جايده اخضر، يعني ماشي مباشر. فجاه التحويله مفتوحه. كنت جوه القطر وحسيت ان في تخبيط جامد، كان داخل المزلقان بقى، فالصعب السواق القطر دخل حس ان يعني القطر ان داخل سكه غلط، فلبس في الخرسانه فتقلب الجرار والعربيتين اللي وراه. خمس حالات في المستشفى وفيها طبعا. لا جاي من مكان الحادث متوفية، يعني هي جاي على المشرحة. يعني إصابات لو في كسور خفيفة بتعمل لها أخصائيين العظام عندي بيعملوا، لازم أشعات بنعملها لهم، محتاج جديرة أو جبس بتتعمل، كل الفحوصات بتتعمل لهم، إسعافات أولية طبعا بنقدمها لهم. لو في أي حد وطبعا ما حصلش النهاردة الحمد لله محتاج نقل دم كنا ننقله دم. حصل أنا كنت جاي من الدش أصلا، ف إحنا وجينا القطر اتقلب بينا هنا، بس أنا يعني نزلت، فلما نزلت لقيت في طبعا في ناس العربتين اللي قبل الاخير كانوا مقلوبين، العربيات اللي ورا لا، فنزلنا انا والعساكر طبعا طلعنا الناس اللي هي فين في العربيات دي، بس انا وجي العربيه بقى بانت بينا اتقلبنا كلنا. بس اللي جينا على غفله حضرت الكركب ويقولوا حاجه جامده زي القنبله راحت ضربه، حسينا ان الزلزال احنا مخطوطين فيه، بجد الحاجه تاخدنا وتجيبنا، القطر ياخدنا وتجيبنا. في الاخر ما حسيتش بالدنيا غير وانا في المستشفى. الدكتور عمل اشعه على رجلي، فما بقول لك كده مات في حضن ميه وفي الركبه، بس عندي الم في دماغي، فبقول لي هتعمل اشعه مقطعيه دلوقتي. يعني القطر كان قبل ما يتقلب كان برضك كان رايح جاي في السكه الحديد، قلنا يكون مزلان ولا حاجه، بعد كده بعدها بشويه بعد كده اتقلب جامد. يعني في العربيه الاولى كان فيه اصابات كتيره وكده، ما درتش بنفس الاصابات بياخدون ودون المستشفى. مش عارف احنا راكبين القطر وماشي تمام، فاجي في العياط لقينا القطر زي ما كنا هيتقلب كده، بعدين ما حسيناش بنفسنا غير احنا مرمين على بعضينا، الناس بقى طلعتنا وحطتنا على جنب، جت الاسعاف شالتنا جابت المستشفى. انا كنت نايم جم فجاه كده لقيت القطر عمال يتهز والناس عماله تصوت، لقيت الناس بتنط من القطر وعامل القطر واقف، فتحت الشباك ورحت نط انا كمان، وقعت على رجله ودراعه.